يعني احنا من نطبق الشرط مع العمليات الأديباتيكية راح نحصل على معادلات ثلاثة يسموها معادلات بويزن. فنجي بالنسبة للعمليات الأديباتيكية، شنو معناها؟ معناها قلنا هي العمليات اللي تحدث بنظام بحيث يصير تغيرات بهذا النظام بدون ما يصير انتقال بالحرارة. يعني شلون أنا أقدر أحدد أنه صار تغير عندي بالنظام؟ عن طريق طبعا المتغيرات الثرموديناميكية اللي نعرفها، اللي هي البريشر والفوليوم والتمبرتشر. راح تلاحظون انه بهذه المتغيرات صار عندي تغير، ولكن الحرارة او الانتقال الحراري يساوي صفر، اللي هي معناها دي كيو تساوي صفر. بمعنى طبعا خلال هاي العملية اللي صار تحول او تغير بحالة النظام، بمعنى انه no heat is added removed، يعني ماكو حرارة أضيفت أو أزيلت يعني من أو إلى النظام. شنو معناه؟ شوفوا هسه قدامكم هذا الشكل اللي يمثل لي مكبس. الحالة الأولية مالته كانت بضغط P1 وبحجم V1 وبدرجة حرارة T1. أوكي؟ اللي صار شنو؟ أنه الضغط تغير صار P2 والحجم تغير طبعا، وتعرفون انتم ما طول صار عندي تغير بالحجم معناها شنو؟ معناها السيستم انجز شغل. ليش؟ لان الشغل يساوي لنا P dV، فما طول صار عندي تغير بالحجم فمعناها مثل ما تشوفون انه المكبس ارتفع للاعلى، معناها انه صار عندي انجاز شغل. وشنو بعد عندي؟ والحرارة ايضا تغيرت. السؤال اللي يطرح نفسه، ايش وقت اني هنا اعتبر هاي العمليه هي اديباتيكيه؟ اذا ما صار قلنا تبادل حراري، ايش وقت ما يصير تبادل حراري؟ على شرطين، اما السيستم او النظام يكون معزول، بمعنى انه انسوليتد، معزول حراريا بحيث لا ينطي حراره ولا ياخذ حراره. الشغله الثانيه انه هاي العمليه اللي صار بيها تغير بحاله النظام كانت عملية جدا سريعة، بحيث ما صار انتقال حراري أو هيت فلو من وإلى السيستم. واضحة لحد هسه طلاب؟ واضحة؟ وياي يا واضح دكتور، طلاب؟ واضح الآن، الصوت واضح؟ واضح دكتورة، إن شاء الله خير. أوكي، إيه دكتورة واضح. تتذكرون، نعم عشيدة، تتذكرون هذا القانون؟ هذا القانون هو أحد تطبيقات القانون الأول للثرموداينامكس اللي أخذناه بالمحاضرات الفاتت. إذا أجي أطبقه على هذه العمليات الأدياتيكية، يا تيرم أو يا متغير راح يروح. منو يجاوبني؟ يا متغير من هذه بهذه المعادلات راح يروح. راح تساوي قيمته صفر. ها طلاب، الدي تي لو الدي كيو؟ دي كيو دكتور. الدي كيو، الدي كيو يمثل لي التغير بالهيت. التي هي حرارة، الحرارة احنا لا، احنا التغير الحراري موجود. فإذا هاي المعادلة اللي قدامكم، عفوا منو جاوبني؟ لا دكتور سهل. أوكي، المعادلة اللي قدامكم هذه اللي تشوفوها بلون الأزرق هي بعد ما طبقنا عليها شروط العمليات الأديباتيكية، فصارت بهذا الشكل. بما أنه طبعا أنا عندي عملية أديباتيكية، وبما أنه صار عندي تغير بالحرارة، شنو معناها؟ منو راح يتغير؟ منو دالة لدرجة الحرارة؟ يا متغير هو دالة لدرجة الحرارة، منو يجاوبني؟ لما عندي تغير بدرجة الحرارة فشنو معناها؟ معناها أكو متغير أيضا راح يصير بيه تغيير، اللي هو اليو.
اليو هو شنو؟ يوسف اليو شي يمثل لي؟ يوسف ويانا اليو شي يمثل لي؟ ما يجاوب طلاب اليو شي يمثل لي؟ لا ويا هشام عبد الله وش ويا يا طلاب هدى تسمعيني؟ هدى ويايا؟ طلاب عيني تسمعوني صوتي واضح يمكم؟ نعم دكتورة، واضح الصوت. وياك وياك دكتورة، بس ما اعرف الجواب. اليو شي مثل يوسف؟ ما اعرف اليو والله الجواب دكتورة. ما تعرف الجواب؟ من يجاوبني طلاب؟ اليو شي مثل لي؟ اليو مثل لي؟ اكو جواب على الشات؟ لا لا، الطاقة الداخلية. عاشت ايدك يا شهد، شكرا جزيلا. الانترنال انرجي او الطاقة الداخلية اليو، واحنا قلنا اليو هي دالة درجة الحرارة، زين؟ فبما انه درجة الحرارة تغيرت فالطاقة الداخلية ايضا تغيرت، زين؟ وطبعا انا اصلا عندي انجاز شغل ايضا، يعني عندي شغل صار، فاكيد الطاقة الداخلية راح تتغير. بس لاحظوا شغلة، لاحظوا أنه العلاقة بين الشغل وبين اليو أكو بيناتهم إشارة سالبة. هاي منين جتي؟ جتي من هذا القانون اللي أمامكم اللي هو السي في دي تي يساوي ناقص بي دي ألفا. إذا تتذكرون القانون اللي يربط لي أو القانون اللي يمثل لي التعريف مال السعة الحرارية النوعية بثبوت الحجم، هو يعني يصير بدلالة الطاقة الداخلية. فهذا معناها السي في دي تي هي الديو بمعنى، والبي دي ألفا هي الدي دبليو، فالإشارة بيناتهم صارت سالبة. ولهذا أنا هسا عندي هنا لما أريد أساوي الشغل بالطاقة الداخلية راح تكون أكو إشارة سالبة. وأيضا إحنا مثل ما قلنا بما أنه هي عملية أديباتيكية فالكيو تساوي لي صفر. ولهذا يقول for adiabatic process the change in internal energy، التغير بالطاقة الداخلية، is solely يعني يصير فقط يعني منفردا بسبب الشغل المنجز على or by the system أو من قبل النظام. يعني التغير بالطاقة الداخلية هو ده يصير فقط بسبب الشغل المنجز على النظام أو بواسطة النظام، وهو هذا الدليل مالتنا انه الديو اللي هي تمثل لي سي في دي تي راح تساوي لي ماينس دي دبليو او التغير بالشغل. اوكي، اذا هذه هي المعادلات اللي راح استنتجها من التحولات الاديباتيكيه. اذا اجي ادخل القانون الاول، عفوا القانون العام للغازات، هذا هو، إذا أجي أدخل القانون العام للغازات وهذا القانون، أجي آخذ قيمة، أطلع قيمة P من عنده، يعني راح أقول P تساوي لي R prime T على ألفا. ال R prime هي طبعا مثل ما تعرفون هي specific gas constant، بمعنى هي ثابت الغازات، ولكن مو ثابت الغازات العام، وإنما ثابت الغازات لغاز معين. التي هي الحرارة والألفا هي الحجم النوعي أو specific volume اللي هي تمثل لي واحد على بي. فإذا أجي أطلع قيمة بي منها وأعوضها بهذه المعادلة اللي أمامكم اللي هي سي بي دي تي تساوي ماينس بي دي ألفا، ومو كان هاي البي راح أعوض
بهذه المعادلة. راح تطلع لي هذه المعادلة اللي أمامكم طبعاً مع ترتيب الحدود. فإذا أجي أكامل هذه المعادلة، إذا أجي أكاملها راح يطلع لي CV لن T، لأن أنتم تعرفون تكامل DT على T بالرياضيات راح يطلع لي لن T، وهنا أيضاً عندي تكامل دي ألفا على ألفا يطلع لي لن ألفا راح يساوي لي كونستانت. هذا أيضاً بعد ترتيب الحدود أقدر أكتبه بالمعادلة اللي أمامكم اللي هي معادلة رقم واحد. طبعاً هنا شو راح نسوي؟ هنا راح نقسم هذه المعادلة على سي في، وأكو فد يعني مبدأ رياضي يقول أنه عندي x لن الواي يساوي لي y لن الاكس. هاي ان شاء الله راح يعني ادز لكم اياها بالتفصيل، هاي الطريقه مال الاشتقاق، واذا تحبون اراويكم اياها هسه هم انا موجوده هي حتى تكون اوضح لكم. اعتقد هنا، لا مو هنا، لا مو هذه، راح اراويكم اياها، بس اراويكم الصيغه مال هذا. اوكي، هاي القاعده الرياضيه اللي دا اقول لكم عليها طلاب، اللي هي اكس لن الواي تساوي لي لن واي للاس اكس. هاي القاعده الرياضيه اذا طبقتها على هذا الاشتقاق راح تتحول لي المعادله بهذا الشكل، تصير تي الفا ار برايم على سي في تساوي لي كونستانت. طبعا احنا عندنا بالمحاضرات السابقه انه السي بي ناقصا سي في يساوي لي ار برايم. السي بي هي السعه الحراريه النوعيه بثبوت الضغط، وهذه بثبوت الحجم، راح يساوي لي السبيسيفيك جاس كونستانت. فمكان الار برايم اذا عوضت بهذه القيم بمعادله رقم واحد راح تطلع لي هذه المعادله. طبعا بترتيب الحدود، وعلى فرض انه قيمة CP على CV تساوي لي جاما، فراح تطلع لي المعادلة الأولى من معادلات بويزن، واللي هي المعادلة رقم 2 اللي هي T ألفا جاما ناقصا واحد يساوي كونستانت. أريد أحد هسه من عندكم يجاوبني، سارة إذا ممكن، المعادلة رقم 2 تربط لي أي بارامترين؟ يا بارامترات تربط لي، يعني احنا قلنا قبل شوي يعني دي صار عندي تغير بثلاث بارامترات، يعني من دي صار عندي بالعمليات الأديباتيكية دي صار عندي تغير قلنا بضغط وحرارة وبرشر. فهاي المعادلة إذا أجي أطبقها راح يصير العلاقة بين منو منو بين يا بارامترات. سارة إذا ممكن تجاوبيني، معادلة رقم 2 تربط يا بارامترات، التغير بين منو منو؟ ويايا سارة؟ الصوت هم يقطع بعد الصوت. المعادلة رقم 2 اللي هي تي ألفا للأز جاما ناقص واحد، هذه تربط أي بارامترات؟ من ومنو ده تربط؟ أي بارامترات تربط؟ العلاقة رقم 2 عندك تي ألفا للأس جاما ناقص واحد، هاي العلاقة، هاي تمثل لي العلاقة اللي تربط متغيرين، أي متغيرين هم؟ يا متغيرات تربط لي، يعني مثل ما قلنا مثلا قانون بويل، قانون بويل ده يربط لي مثلا متغيرين معينة، مثلا قانون جاي-لوسك ده يربط لي متغيرين معينة، هذه هاي العلاقة ده تربط لي منه ومنه؟
اللي يعرف يجاوبني. ها طلاب السجاد، السجاد تقدر تجاوبني؟ السجاد منو يقدر يجاوبني؟ طلاب شهد جاوبتني، أريد اللي ما جاوبه. هاجر، هاجر العلاقة تي ألفا للأس جاما ناقص واحد، شو تمثل العلاقة بين منو منو؟ بين يا باراميترات هيجي صعب السؤال؟ عباس الصوت مو واضح. طلاب صوتي بعد ما واضح. هذه العلاقة حتى إذا هسه يعني ما أدري والله شو أسوي. هذه العلاقة رقم 2 التي ألفا للأس جاما ناقص واحد تمثل لي العلاقة بين التي وبين الحجم النوعي أو السبيسيفيك فوليوم. أني قبل شوية حتى أطلع هذه العلاقة عوضت بقيمة البي. زين، حتى أطلع علاقات أخرى اللي هي تكملة علاقات بويسن بنفس الطريقة راح أستخدم قانون القانون العام للغازات وأطلع البارامترات العلاقات الأخرى تربط لي باقي البارامترات، فراح تطلع لي علاقة رقم 3 وعلاقة رقم 4. هذه هي العلاقات اللي أمامكم. وطلاب رجاء أريد تحجون وياي بالمايك، الصوت واضح لا لا؟ لأن أنا ما أقدر كل شوية أشوف المسجات. واضح دكتورة. واضح. إذا هاي العلاقات اللي أمامكم علاقات بويزن، هذه العلاقات ما أقدر أطبقها إلا فقط للعمليات الأدياباتيكية، تمام؟ ومن أقول عمليات أدياباتيكية لازم معناها أنا إذا أطبق على غاز مثالي ولازم الغاز المثالي يتم التغير به بطريقة كوازي ستاتيك، يعني شبه مستقرة، يعني مو تغيرات سريعة rapidly، تكون تغيرات شبه ثابتة. وطبعا هذه إذا تتذكرون من حكينا على القوانين، قوانين بويل وتشارلس وجايلوسك وباقي القوانين، كنا نقدر مثلا نقول P1V1 يساوي لنا P2V2، بمعنى أنه إذا عرفنا مثلا الضغط الأول والضغط الثاني وعندي كان الحجم الأول، من هاي العلاقة أقدر أطلع الحجم الثاني. نفس الشيء ينطبق على هاي العلاقات مال بويزن. أنا إذا عندي القيم الابتدائية، يعني أنا هاي العلاقة هي اللي تساوي لي الطرف الأيسر ده يساوي لي كونستانت، بمعنى أقدر أحورها إلى أقول T1 ألفا 1 للأس جاما ناقص واحد يساوي تي 2 ألفا 2 للأس جاما ناقص واحد، أقدر أسوي نفس الشيء. فإذا عندي القيم الابتدائية مال المتغيرات مثلا مال اثنين من المتغيرات وعندي القيم الابتدائية مال المتغير الآخر، أقدر أطلع مثلا بهاي الحالة إذا عندي تي 1 والتي 2 وعندي الحجم النوعي واحد يعني اللي هي ألفا واحد، أقدر أطلع من عندها من هاي العلاقة أطلع ألفا 2 على شرط أن تكون العملية أدياباتيكية. فهاي العلاقات مثل ما قلنا إذا عملية غير أدياباتيكية يعني أكو انتقال بالحرارة ما أقدر أطبقها. شوفوا العلاقة الأولى اللي هي T ألفا جاما ناقص واحد يساوي كونستانت،
تلاحظون بهاي العلاقة أنه ماكو بي، بمعنى أنه الضغط هنا عندي ثابت. لما الضغط ثابت العملية شو يسموها؟ يسموها عملية آيزوبارية. فالعلاقة اللي تربط لي بين الحجم وبين الحرارة هي ممثلة بالخطوط المقطعة اللي هي العملية الآيزوبارية أو آيزوباريك بروسيس. تمام؟ فإذا أجي أطبق هاي المعادلة وأحاول أرسم العلاقة بين التي والألفا أو التي والحجم هنا، راح تطلع لي بالخطوط اللي أمامكم المنحنيات، ولكن مثل ما تلاحظون هي علاقة عكسية. طبعاً هذا المنحني شلون مطلعته؟ إذا تجون تأخذون قيم افتراضية للتي وتحسبون الحجم، طبعاً عندكم مثلاً عندكم التي 1 والتي 2 وعندكم الألفا 1، وتجون من هاي العلاقة تطلعون الألفا 2، قيمة الجاما معروفة اللي هي سي بي على السي بي، هي قيمتها 1.4. فإذا تجون تطبقون راح تطلع لكم العلاقة عكسية بين الفي وبين التي. أوكي، هاي العمليات الأديباتيكية. هذا شنو معناه؟ هاي العلاقة شنو معناه؟ معناها لما الاير بارسل أو حزمة الهواء ترتفع للأعلى وتتمدد، شنو معناها من تتمدد؟ معناها الحجم دا يزيد. فبالمقابل لما الحجم يزيد معناها أنا صار عندي شغل، إنجاز شغل، وما طول صار عندي إنجاز شغل معناها صار عندي تغير بالطاقة الداخلية. ولكن قلنا العلاقة اللي تربط بين الشغل وبين الطاقة الداخلية أكو ماينس، فمعناها شنو؟ معناها الطاقة الداخلية دروبس يعني شنو؟ تتناقص. ولما بما أنه الطاقة الداخلية هي دالة لدرجة الحرارة والطاقة الداخلية صار بها تناقص، معناها درجة الحرارة أيضا تتناقص. ولهذا يقول temperature must decrease، لازم تتناقص الحرارة. إذا أثناء ارتفاع عينة هواء إلى الأعلى درجة حرارة هذه العينة راح تتناقص. هذا أول استنتاج يفيدنا كتطبيق عملي من نجي نطبق صعود عينة هواء دا ترتفع، وطبعا بشكل أديباتيكي ماكو تبادل بينها وبين الوسط المحيط أي تبادل حراري. واضحة العملية الأولى أو التطبيق الأول للقانون؟ أكو سؤال؟ الصوت واضح؟ نعم دكتورة واضح. تمام، نجي على التطبيق الثاني أو المعادلة الثانية من معادلات بويزن. هذه هي المعادلة P ألفا للأس جاما يساوي كونستانت. طبعاً بس أحب أوضح فتشاء قبل ما أبلش هنا، بس شوفوا هنا جاما ناقص واحد، الجاما إيش قد قيمتها؟ 1.4 اللي هي أكبر من صفر. فمن تأخذون الأس مالتها إيش قد راح يطلع؟ راح يطلع في قيمة معينة. إذا تلاحظون هنا بالمعادلة الثانية الجاما هي أكبر من واحد مو أصغر من واحد مثل قبل شوية، لهذا راح يصير عندي خطوط الأديابات راح تكون الانحناء مالها أقوى. يعني لاحظوا هنا خطوط الأديابات شلون الانحناء مالتها، ولاحظوا هنا شلون راح تكون انحناءتها أقوى، يسموها يعني ستيبر أو تكون حادة أكثر. ليش؟ حسب التغير بالأس اللي دا يصير. فبهاي العلاقة معادلة رقم 3 دا تربط لي بين الضغط وبين الحجم النوعي. لما عندي هاي هذول المتغيرين هم اللي دا يتغيرون، معناها المتغير الثالث اللي ما موجود بالمعادلة اللي هو درجة الحرارة راح يكون ثابت. فإذا هذه العمليات الأديباتيكية من دا تصير بعملية آيزوثيرمال، يعني دا يصير ما يصير عندي تغير بدرجة الحرارة. هذا هو طبعا سابقا أخذنا العلاقة اللي تربط بين الـ P والـ V، لما الـ T ثابت راح تكون الخطوط المقطعة هي خطوط الآيزوثيرم، وخط الأديابات حسب معادلة رقم 3 راح يكون بهذا الشكل اللي يكون مقارنة بالآيزوثيرم راح يكون الانحناء مالته أقوى. الانحناء مالته أقوى. بالنسبة للعلاقة الثالثة بعلاقات بويزن هي العلاقة اللي تربط لي بين الـ T وبين الـ P.
هذه طبعاً تصير لما الحجم يكون ثابت، اللي هي العلاقات اللي يسموها الايزوكور أو الايزوكوريك بروسيس. فالخطوط المقطعة تمثل لي العمليات اللي تتم بثبوت الحجم، وهنا طبعاً هي بنفس الوقت هنا عندي عملية أدياباتيكية. فمن أجي أطبق معادلة رقم 4 راح أشوف أنه الخطوط راح تكون بهذا الشكل، راح تكون علاقة طردية بين الـ P وبين الـ T، علاقة طردية بين الـ P وبين الـ T. هذه هي تطبيقات العلاقات بويزن. طبعاً راح تشوفون بالمصادر هذه العلاقات وإلها تطبيقات رياضية، بحيث أني راح أدز لكم تمارين إن شاء الله على الكلاس اليوم ورا المحاضرة ما تخلص. أراويكم أحد الأمثلة بس حتى تعرفون التطبيقات مالتها وين دا تصير. شوفوا مثلاً هذا السؤال، يقول عندكم عينة هواء وزنها 1.5 كيلوغرام، وهاي العينة طبعاً هي من عينة دراي اير أو هواء جاف. نعطيتكم الدرجة الحرارة اللي هي T1 15، نعطيتكم البريشر 1013. فراح أتجاوز المطلب الأول، راح نجي على المطلب هذا ما ينطبق على العمليات الأدياباتيكية. هذا كان عندكم مثال تنطبق عليه العمليات هذا. مثال رقم 4، عندكم عينة هواء درجة حرارتها الأولية 20، والضغط الأولي أيضاً كان 950. هاي العينة يقول is forced to rise adiabatically، يعني أجبرت على الصعود بشكل أدياباتيكي. Up to a mountain slope، يقول the top of the mountain is at a pressure 720. فلاحظوا هسه أنتوا عندكم هسه الضغط الأول والضغط الثاني، إيش دا يريد من عندكم؟ دا يريد من عندكم درجة الحرارة. فتقدرون تطبقون أي علاقة من العلاقات. يعني انتوا هسه هيك تفكرون على علاقات بويزن، شلون نستغلها، شلون نستفاد من عندها. هنا عندكم اي متغيرات موجوده ويا متغير ثابت، عندي الضغط متغير وعندي الحراره متغيره، بمعنى انه الحجم ثابت. اوكي، فاجي على يا علاقه من علاقات بويزن، علاقات اللي يكون بها ايزوكوريك يسموها، اللي هي هاي العلاقه. اذا نقدر هنا نطبق معادله رقم 4 حتى أطلع درجة الحرارة تيتو. واضحة؟ هذا هو تطبيق علاقات بويزن للعمليات الأدياباتيكية. واضحة طلاب؟ أكو سؤال؟ دكتور واضحة واضحة. أوكي تمام. نجي على الموضوع الأخير بمحاضرة، اللي هي الأدياباتيك فري إكسبانشن أو التمدد الحر الأدياباتيكي. طبعاً هذا التمدد يحدث بالغازات المثالية، يصير تمدد بدون عوائق، يعني العينة مال الهواء أو مال الغاز المثالي تتمدد بدون أن يقف أمامها أي عائق. ولكن شنو اللي راح يصير؟ درجة حرارتها ما تتغير. يعني أثناء التمدد الحر درجة حرارة عينة الهواء لا تتغير. هذه المعلومات الجوة هي فقط مناقشة، ما راح أدخل بها أني، فقط أنه يناقش ليش درجة الحرارة ما تتغير. طبعاً ودي يناقش هذا الموضوع في ضوء المعادلات اللي نعرفها. طبعاً هو بما أنه دي يصير تمدد فمعناها اكو work، ولكن انا عندي بهاي العمليات تحديدا ما عندي work، ما يصير يعني work. وما يصير مثل ما قلنا، ما يصير تغير بدرجة الحرارة. فما راح اتطرق اكثر، اكتفي انه فقط تعرفون شنو معنى تمدد حر، انه عينة هواء او عينة عفوا غاز مثالي ما تتغير بها درجة الحرارة ولا يصير بها تغير بالشغل. هذه المحاضرة السابعة. نجي على المحاضرة الأخيرة، وغالباً أعتقد هي المحاضرة الأخيرة بهذا الكورس.
راح ناخذ بها مقدمه بسيطه عن الاتموسفيرك الاتموسفير مال ايرث. راح ناخذ مقدمه ايضا عن المحتوى الغلاف الجوي وندخل بالفيرتيكال ستراكشر. مثل ما تعرفون الغلاف الجوي هو اللي تشوفوه امامكم، هذه هي الكره الارضيه اللي هي نصف القطر مالتها 6400 كيلومتر. جزء صغير جدا هو اللي يمثل لي الغلاف الجوي اللي يحيط بالكره الارضيه، اللي هو تقريبا 99% من هذا الغلاف الجوي يقع ب 30 كيلومتر القريبه من سطح الارض. فاذا نجي بترتيب رياضي بسيط، نقسم 30 كيلومتر اللي هي الجزء الأكبر من الغلاف الجوي اللي يتمركز بهاي 30 كيلومتر. إذا أجي أقسم 30 على نصف القطر، إيش قد تطلع لي نسبة الغلاف الجوي بالنسبة لنصف قطر الأرض؟ تخيلوا فقط 0.5%، يعني 0.5%. هاي الصورة اللي أمامكم تلاحظون أنه هو فد شيء جدا رقيق، الغلاف الجوي جدا رقيق مقارنة يعني 0.5% من نصف قطر الأرض. شو يحتوي هذا الغلاف الجوي؟ يحتوي على غازات دائمية اللي هي permanent gases نسميها، اللي هي النسب مالتها ثابتة، وعندي غازات متغيرة اللي هي variable gases نسبها متغيرة. طبعا هذه الغازات المتغيرة احنا نسميها الجرين هاوس غازز، إذا سامعين بيها، اللي هي الغازات الدفيئة اللي هي طبعا بتزيد القيم مالتها بسبب الأنشطة، إما البشرية أو الأنشطة الطبيعية مثل البراكين. والبشرية تعرفون أنتوا الملوثات ويعني تبعاتها. تلاحظون طبعا الغازات الدائمية أكبر نسبة من هذه الغازات هي الـ N2 والـ O2 اللي هو النيتروجين والأكسجين. وعندي أيضا بالنسبة للغازات المتغيرة النسب عندي الـ H2O حسب انتقال الكتل الهوائية. مرات تشوفون عندي كمية بخار المي تكون قليلة، ومرات تكون الكمية كبيرة حسب الكتل الهوائية وحسب ثرموديناميكية الجو، يعني هل عندي precipitation أو أمطار أو هطول أو ما عندي. هذا كله يأثر على نسبة الـ H2O. إذا نجي ناخذ مقطع طول عمودي لهذا الغلاف الجوي، راح تلاحظون هنا بهذا الرسم عندنا علاقة يربط لي بين الـ altitude أو الارتفاع وبين الضغط. تلاحظون أنه الضغط كل ما نبتعد عن سطح الأرض كل ما يقل، علاقة عكسية مع الارتفاع. أوكي؟ هنا السؤال اللي يطرح نفسه، ليش؟ منو يجاوبني؟ برأيكم ليش الضغط يتناقص مع الارتفاع؟ ليش الضغط يتناقص مع الارتفاع؟ نرجع على الكلاس أشوف إجاباتكم. ليش الضغط يتناقص مع الارتفاع؟ ومنو ما جاوبني او منو ما شارك اليوم؟ هدى ما شاركت وهاجر كذلك، مصطفى وعبد الله. الضغط والارتفاع ما قلت دكتوره؟ نعم يوسف، الضغط والارتفاع، ليش الضغط يتناقص مع الارتفاع؟ عكسية، غير العلاقة عكسية بيناتهم؟ إيه نعم، ليش؟ أريد أعرف ليش؟ الضغط هو شنو هو؟ إحنا قلنا ناتج عن وزن عمود الهواء على وحدة مساحة. زين، عمود الهواء إيش بيه؟ نعم عبد الله. دكتورة، جزيئات الهواء تكون معرض للجاذبيه بقرب الارض، فتكون يعني تكون قريبه من بعضها البعض، فيكون الضغط قوي عليها. نعم، كل ما نرتفع كل ما المساحه السطحيه بين الجزيئات الهوائيه تكبر، فالضغط يعني يكون يكون يعني عكسي، كل ما ينزل يكون اقوى، كل ما يصعد يكون اخف.
بسبب تأثير الجاذبية. بالضبط. شكرا جزيلا عمار. راح أراويكم عفوا عبد الله عمار. لاحظوا هذا السلايد اللي أمامكم. هذا الصندوق هو فد عينة من الهواء. تلاحظون أنه بأسفل هذه العينة اللي إذا نقدر نعتبرها هي سطح الأرض، تلاحظون جزيئات الهواء شلون تكون بكثافة قوية، وتلاحظون كل ما ابتعدنا عن سطح الأرض شلون الجزيئات تكون متفرقة ومتباعدة. فلهذا إذا نأخذ مساحة مقطع من هذا حيز الهواء وعند مستوى ضغطي P1، نلاحظ أنه P1 اللي هو أقرب إلى سطح الأرض يكون الضغط به أكبر من P2 اللي هو أبعد عن سطح الأرض بسبب تأثير الجاذبية. هذا التغير بالضغط بين الـ P1 والـ P2 راح يصنع لي فد قوة نسميها قوة انحدار الضغط أو الـ Pressure Gradient Force. قوة انحدار الضغط تنشأ بسبب اختلاف الضغط بين سطحين ضغطيين. هنا طبعاً بهذا الرسم أنا شايرت لها هذه القوة بالسهم اللي باللون الأحمر، وطبعاً دا تلاحظون أنه السهم دا يتوجه باتجاه الأعلى. ليش؟ لأن عادة قوة انحدار الضغط تصير من منطقة الضغط العالي اللي هي P1 باتجاه منطقة الضغط الواطئ اللي هي P2. فمن إلى، يعني من الضغط العالي باتجاه الضغط الواطئ. السهم الأزرق منو يجاوبني؟ شي يمثل لي السهم الأزرق يا يوسف، لأن أنت اليوم ما شاركت. أو سجاد، سجاد ويوسف، السهم الأزرق بهذا الرسم شي يمثل لي؟ دكتورة يمثل الضغط غير؟ السهم الأزرق مو الأحمر. الأحمر يمثل لي قوة انحدار الضغط أو الأزرق وزن عمود الهواء أو الجاذبية الأرضية. الجاذبية، عاشت إيدك، عاشت إيدك. الجاذبية الأرضية، قوة الجذب أو يسموها gravitational force. أوكي، التوازن بين هذه القوة اللي هي أنا هسه أنتوا عندكم عينة هواء زين، هذا التوازن بين القوى هو اللي يخلي عينة الهواء تبقى بمكانها. إذا تغلبت قوة على أخرى راح تكون الحركة مع الاير بارسل باتجاه القوة اللي شدتها أكثر، باتجاه القوة اللي شدتها أكثر. ولكن أنا عندي حالة توازن بالجو يسموها حالة التوازن الهيدروستاتيكي، اللي هي توازن بين قوة انحدار الضغط وقوة الجاذبية، وهذه ما تسمى بالمعادلة الهيدروستاتيكية. قبل ما أروح على المعادلة الهيدروستاتيكية، بس أريد أتطرق على هذا التكست المكتوب أمامكم. يقول هذا الحكي explain why the atmosphere does not collapses on the ground and does not escape to the space. شنو معنى هذا الحكي؟ يقول ليش الغلاف الجوي ما يلتصق بسطح الأرض ولا يهرب إلى الفضاء؟ ليش؟ لأن عندي توازن قوى، عندي توازن قوى بين قوة انحدار الضغط واللي هي بالسهم الأحمر، وعندي توازن بين قوة الجاذبية، ولهذا السبب ترى هدى جاوبتك تقول بسبب توازن. اوكي، شوف الإجابة مال هدى ايش قلت لنا. اوكي هدى، شكرا على المساهمة. هذا هو السبب اللي وضح لي انه ليش اني الغلاف الجوي لا يهرب الى خارج الخارج الى السبيس ولا يلتصق بسطح الارض، وتصير عندي حركة عمودية بحيث اني الكتلة الهوائية اللي بيها رطوبة راح تصعد للأعلى، ويصير مثلا بيها تكثف إلى طبقات الجو العليا تكون باردة، ويعني الكتلة الهوائية بمعنى أنه هي ما تكون واقفة مكانها، يصير بيها ارتفاع
لحد ما توصل حالة التوازن. وأنا قلت لكم دائما إحنا من الأساس مال علمنا والأساس مال تكون الظواهر الجوية هو كله بس حتى توصل لحالة التوازن. فإذا نجي على المعادلة الهيدروستاتيكية، هذا السهم يوضح لكم أكثر، أنه الأصفر هو الجرافيتي أكسلريشن أو التعجيل الأرضي، وهذا السهم الآخر اللي هو الجريدينت بريشر جريدينت فورس أو الفيرتيكال جريدينت أكسلريشن، يمثل لي اللي هو يمثل لي تغير بالضغط. هنا طبعا عندي الجرافيتي أو قوة الجذب هي مقاسة بالمتر على السكند تربيع. عندي التغير بالضغط مثل ما قلنا احنا عفوا مثل ما قلنا الضغط كل ما نصعد للأعلى بيتناقص، فلهذا راح نخلي إشارة سالبة، كل ما نصعد للأعلى الضغط بيتناقص فراح نخلي إشارة سالبة. فبحالة التوازن الهيدروستاتيكي راح نكتب العلاقة كالتالي، نكتب ناقصاً واحد على رو partial P على partial Z تساوي لي G، ونقدر هاي العلاقة نفسها نكتبها partial P على partial Z تساوي لي ناقصاً رو G. هذه هي العلاقة الهيدروستاتيكية، أوكي، اللي تمثل لي تغير الضغط مع الارتفاع. طبعا هذه العلاقة جدا مهمة في تفسير أو حتى التطبيقات الداينامكس، إن شاء الله راح تأخذوها بالمرحلة الثالثة، وهواية لها تطبيقات بحساب الفيرتيكال فيلوسيتي أو السرعة الرأسية، اللي هي تمثل لكم مثلا أو تحدد لكم هل الكتلة أو الاير بارسل راح تصعد للأعلى أو راح يصير بها نزول للأسفل، وهذا بالتالي راح يحدد لي هل ممكن أنا عندي تتكون غيوم أو ما تتكون غيوم. تتكون غيوم إذا كانت عينة الهواء بها كمية بخار ماء، وأثناء صعودها للأعلى راح تبرد وتتكثف وتتحول إلى غيوم، أو عينة الهواء تنزل للأسفل، وبهالحالة يعني ما راح تتكون لي سحب أو غيوم، أو ممكن تتكون ولكن بشكل خفيف جدا. ليش؟ لأنه العينة تكون راح تسخن كل ما تقترب من سطح الأرض، وبالتالي ما راح يصير عندي عملية تكثيف. هاي المعادلة جدا مهمة، إن شاء الله تأخذون تطبيقاتها مستقبلا. نجي نكمل بالنسبة للضغط، يعني بما أنه أنا هسه بدي أخذ بعدني أنا تغير الضغط مع الارتفاع، عندي نوعين من الضغط، عندي الضغط الهيدروستاتيكي والضغط الديناميكي. الضغط الهيدروستاتيكي هو بسبب وزن عمود الهواء أو وزن الهواء فوق منطقة معينة أو فوق مساحة معينة، هذا هو الضغط الهيدروستاتيكي، اللي هو طبعا غالبا يستخدم في تطبيقات المترولوجي أو علوم الأنواع الجوية. بالنسبة للضغط الديناميكي أو الداينامكس دايناميك بريشر، هو ناتج عن حركة الهواء، هو ناتج عن حركة الهواء، وهو اللي راح نستخدمه يعني أكثر. ليش؟ هنا يقول عفوا ما راح نستخدمه لأنه قيمته تكون صغيرة جدا الدايناميك بريشر، فلهذا احنا راح نستخدم الهيدروستاتيك بريشر في تطبيقات علوم الجو أو بالمترولوجي. وهذه هي أحد تحويرات المعادلة الهيدروستاتيكية، نقدر المكامل نكتبها partial P راح نكتبها dP على dZ يساوي لي ناقص رو G. هذه هي المعادلة الهيدروستاتيكية. حتى أقدر أعرف التغير تغير الضغط مع الارتفاع، راح أبدي بالمعادلة الهيدروستاتيكية اللي شفتوها أمامكم هذه، وبعدين أجي أخذ الايديال غاز لو أو قانون الغاز المثالي اللي هو الـ P يساوي رو R D T. الـ R D تمثل لي الغاز كونستانت فور دراي اير، للهواء الجاف، أوكي. من هاي المعادلة راح نطلع قيمة الرو أو الكثافة، وأعوضها وين؟ أعوضها بالمعادلة الهيدروستاتيكية، راح تطلع لي هذه المعادلة اللي أمامكم،
إذا أجي أكامل، طبعاً أرتب الحدود وأجي أكامل، التكامل مادي راح يكون، حدود التكامل راح تكون من سطح الأرض إلى ارتفاع زد. سطح الأرض مبدئياً راح أثب، يعني أقول صفر هو الارتفاع، راح يكون إلى ارتفاع زد، فهذه هي حدود التكامل. تلاحظون هنا أنه أنا جيت ضربت طرفي المعادلة هذه، ضربتها في دي زد حتى أسوي يعني أقدر أكامل، يعني هنا التكامل راح يكون عندي بالنسبة للارتفاع، فلازم أخلي حدود يعني المتغير اللي راح يتغير أو اللي راح أكامل على أساسه اللي هو الدي زد. فالدي زد ويا هذه الدي زد راحت، فبالتالي هذا الحد راح يصير تكامل مادي مو كارتفاع وإنما كمستوى ضغط، فراح يصير من بي نوت إلى بي للزد دي بي على بي يساوي لي، هذا راح يبقى مثل ما هو الحد اللي هو من صفر إلى زد جي آر دي تي مضروبا في الدي زد. فإذا أجي أكامل هنا راح تطلع لي هذه المعادلة اللي أمامكم، طبعا هي راح تصير هنا هي لن، وحتى أطير اللن راح أخذ الإكسبونينشيال، فراح تطلع لكم بهذه الصيغة بي زد تساوي لنا بي نوت إكسبونينشيال لهذه القيمة. هذه المعادلة تمثل لي تغير الضغط مع الارتفاع باستخدام قانون الغاز المثالي والمعادلة الهيدروستاتيكية. طبعا هذه الصيغة اللي أمامكم من يستخدمها؟ يستخدموها الأنوائيين في يعني حساب الارتفاع فوق مستوى سطح البحر. أجهزة الراديو سوند حسب ما تعرفون أنتم هي أجهزة تطلق لقياس العناصر الجوية الرئيسية مع الارتفاع. فالجهاز أنا عندي من يسجل لي مستوى ضغطي معين وأريد أحسب من عنده الارتفاع، فأني أقدر أستخدم هذه المعادلة حتى يقيس، يعني هو الألتيميتر من يقيس لي الضغط على ارتفاع على مثلا هالقد أو قيمته هالقد، من قيمة الضغط أنا أقدر أعرف الارتفاع إيش قد وصل، أو من أوصل ارتفاع معين أقدر أعرف الضغط إيش قد. فهذه المعادلة هي تستخدم لقياس عفوا لحساب الارتفاع فوق مستوى سطح البحر. أوكي، نجي على إذا ماكو سؤال، عندكم سؤال طلاب لحد هنا؟ واضحة؟ نعم دكتورة واضحة. تمام، نجي على المقطع العمودي لدرجة الحرارة. تشوفون هذا الخط اللي بالأحمر، أنا هذا دائما أشبهه بالرقم 4 يعني بالأرقام الهندية اللي احنا نسميها عربية وإنما هي مو عربية، هي بالأساس الأرقام اللي تكتب بالإنجليزي هي بالأساس نسموها الأرقام العربية، أما هاي الرقم هذا 4 هو بالأساس هو الرقم الهندي. فدائما أنا من أسأل الطلاب أقولهم شلون يكون تغير الحرارة مع الارتفاع بطبقات الغلاف الجوي الأربعة اللي هي التروبوسفير والستراتوسفير والميزوسفير والثيرموسفير، فهي بالضبط رقم 4. أولا عندي تناقص مع الارتفاع طبقة التروبوسفير، يبدي يستقر طبقة التروبوبوز، ثم يبدي يزيد طبقة الستراتوسفير، وبعدين بالستراتوبوز يبدي يستقر وهكذا يكمل إلى حد الثرموسفير. إحنا بالنسبة لنا تهمنا طبقة التروبوسفير لأن هي الطبقة اللي تحدث بها الظواهر الجوية اللي إحنا مهتمين بها كثيرموداينامكس. فالحرارة عندي هنا تتناقص مع الارتفاع مثل ما تلاحظون، تتناقص مع الارتفاع. نجي على العمليات اللي عمليات الايزوثيرمية اللي هي تحدث بثبوت درجة الحرارة، ونشوف الضغط شنو اللي دا يصير به. إذا تلاحظون بهذا الرسم عفوا، هذا التغير بدرجة الحرارة، هذا التغير بدرجة الحرارة ترى هو في التغير يعني صغير جدا، يمثل لي تقريبا 20%.
يعني درجة الحرارة أو الحرارة المطلقة تتغير فقط 20% خلال التروبوسفير. فلهذا أنا أقدر أعتبر التغير كأنه ما هو ما موجود افتراضيا، يعني افتراضيا. فلما من نقول ما عندي تغير بدرجة الحرارة، معناها العملية ايزوثيرمية. فراح أفرض أنه مبدئيا أنا عندي عملية ايزوثيرمية، تغير حرارة ماكو. فلهذا نقدر نستخدم بشكل يعني افتراضي فكرة أنه تغير الضغط مع الارتفاع خلال عملية ايزوثيرمية. راح أجي أدرس أريد أشوف تغير الضغط مع الارتفاع، إذا كانت الحرارة ثابتة شلون راح يكون؟ يعني أنا هسه بهاي العلاقة اللي طلعتها، أنا عندي هنا الحرارة موجودة هنا، لكن إذا أجي أثبت الحرارة إيش راح يصير؟ هاي هي المعادلة اللي أمامكم. P زد يساوي P نوت exponential ناقصا G R D T Z. هذه هي إذا تلاحظون هي نفسها هذه العلاقة، بس شلنا التكامل باعتبار أنه T ثبتناه، صارت G R D T للZ. هذا الحد R D على T، عفوا R D مضروب في T على G، هذا كله راح أفرضه H P اللي هو يمثل لي الـ pressure scale height نسميه، الـ pressure scale height أو ارتفاع الضغط المقاس أو القياسي. فراح نقدر نكتب المعادلة بالصيغة P not مضروب في exponential ناقص Z على HP. هاي معادلة رقم 6 اللي تمثل لي تغير الضغط مع الارتفاع في العمليات الايزوثيرمية اللي هي معناها بثبوت الحرارة. هذا طبعا البارامتر الـ HP أو الـ pressure scale height هو يقول لك هو مقياس of how rapidly the pressure drops with height، إيش قد يصير تناقص بالضغط مع الارتفاع. هنا يعني نقدر طبعا إذا تريدون مثلا تفهمون الفكرة مال الضغط القياسي أكثر، تقدرون شوية تفوتون رياضيا ب يعني تقولون أنه هذا بي زت على بي نوت يساوي إكسبونينشال ناقص زت إتش بي، وحتى نطير الإكسبونينشال ناخذ اللن، ويعني تظلون ترتبون الحدود بحيث راح تطلع لكم معادلة. أنا هنا ما كاتبت لكم إياها، بس راح تطلع لكم معادلة إتش بي تساوي لي ناقصا زت على لن بي إلى بي نوت، بمعنى أنه أكو علاقة بين الـ HP أو بين الـ Pressure Scale Height عكسية مع لن P على P نوت. شنو المعنى؟ معناها أنا لما عندي Scale Height أو Pressure Scale Height عالي، معناها عندي بما أنه هو عكسي مع لن P إلى P نوت، فمعناها أنا عندي التناقص بالضغط دي يصير بطيء. ليش؟ لأن الـ HP ده يكون عالي، فما طول عندي تباطؤ بالتغير بالضغط معناها أني عندي تباطؤ أو معناها عندي تناقص بالارتفاع ولكن بشكل بطيء. أعيد، هذا القانون أو المعادلة 6 إذا رتبناه بطريقة بحيث أريد أطلع قيمة HP شو تساوي لي بالنسبة للبارامترات الأخرى، راح تطلع لكم في المعادلة. هاي المعادلة تمثل لي علاقة بين HP تساوي لي ناقصا Z على لن P إلى P نوت. بما أنه أكو علاقة عكسية بين الـ HP وبين لن P إلى P نوت، فلما عندي pressure scale height عالي معناها التناقص P على P نوت يصير بطيء، وبما أنه التناقص بطيء معناها أني عندي بالتالي أيضا عندي التناقص بالارتفاع ده يكون بطيء ايضا. واقدر افسر لكم اياها تفسير اخر، انه هو اكو علاقه عكسيه بين الـ HP وبين الـ Z لان اكو اشاره سالبه بيناتهم. معناها اذا عندي زياد او عندي تزايد بالـ HP معناها التناقص بالـ Z يكون بطيء. في حال انه الـ Z على الـ HP تساووا اخذوا نفس القيمه، يعني افرضوا انه الـ Z كانت واحد والـ HP كانت واحد، فراح يصير exponential
للماينس واحد اللي هو راح يمثل لي قيمة 0.368. إذا أجي أخذ النسبة المئوية لهذه القيمة راح تطلع لي تقريباً 37%. فإذا لما عندي الزيت يساوي HP معناها الضغط راح يتناقص بمقدار 37% من قيمته على السطح. أوكي؟ هذا هو المعنى. أكو سؤال لحد هنا طلاب؟ لا دكتورة لا. واضحة؟ نعم. أوكي. نجي نكمل على الدنسيتي، وأنا أعتذر طبعاً يجوز شوية أتأخر وياكم بس مو كل شوية، يعني في 10 دقائق إن شاء الله نكمل، بس بسبب الخلل بالنت يعني صار تأخير. نجي على الـ vertical profile of density أو التوزيع العمودي للكثافة. طبعاً مبدئياً بالوجه أقول لكم إياها، التوزيع العمودي للكثافة مرتبط بمن؟ مرتبط بالضغط. فنفس الشيء اللي يصير هنا عندي، بما أن الضغط يتناقص مع الارتفاع، الدنسيتي أيضاً تتناقص مع الارتفاع. تلاحظون أنه الكيرف الأحمر يمثل لي تناقص الضغط مع الارتفاع، والكيرف الأزرق هو تناقص الدنسيتي أو الكثافة مع الهواء. مثل ما تلاحظون أنه الكثافة هنا طبقات الجو العليا تكون أقل من الكثافة قرب سطح الأرض. أوكي؟ إذن الكثافة تتناقص مع الارتفاع. أكو حزورة أو ريدلز تقول لك Why are there more air molecules near the ground than higher in the atmosphere؟ وأريد السجاد يجاوبني على هذا السؤال. يا سجاد، ليش أكو more air molecules near the ground مثل ما تلاحظون مقارنة بالأبر إير يكون أقل؟ وأنتظر إجابتك يا سجاد. ويانا سجاد؟ ويانا سجاد، أنتظر إجابتك. ليش أكو جزيئات هواء أكثر قرب سطح الأرض مقارنة بالأبر إير؟ سجاد تقول لا هاي الإجابة قديمة. سجاد ويانا لو لا؟ من ويانا؟ عباس. عباس ما شاركت ويانا انت اليوم يا دكتور، بس بالصعبة تجين. نعم نعم، شنو الإجابة؟ عيد السؤال. ليش؟ راح ما طول قلت لي عيد السؤال، راح اعيد الإجابة بالانجليزي لان يعني صار لي ساعة اشرحها. لا انا افتهمك ما ليش الضغط، بس ما وصل لي بالصورة الصحيحة. Why are there more air molecules near the ground than higher in the atmosphere؟ وهذا الرسم قدامك، عندي more air molecules near the ground مقارنة بالأبر أو بالهاير أتموسفير، الأبر أتموسفير. ليش؟ ليش يا عباس؟ افتح المايك مالتك، ليش سادة؟ احنا بدنا نتناقش. نعم دكتور. يعني جزيئات الهواء بالقرب من سطح الأرض تكون هواية؟ يعني أكثر. طلاب تشوفون البرزنتيشن قدامكم؟ الشير أنا مسويت لكم اياه، تشوفوه؟ طلاب وياي؟ اي دكتورة موجود في الشير. انا اعتذر صار عندي هم من انقطع بالنت. عباس ما جاوبتني لي حد الان. والله دكتورة ما اعرف هسه جاوبها يوسف قبل شوية.
وحكاها قبل شوي عبد الله همينه. مو انا كل ساعه طالع طاب وشفت انت النت مالته والله بتنفصل 15 مره. سجاد طبعا ما جاوبني، سالته ما جاوبني. منو مصطفى؟ اريد مصطفى يجاوبني، مصطفى عبد الرزاق. هاجر، اوكي هاجر. هاجر تقول بسبب الجاذبيه، شكرا جزيلا. مصطفى بعد وقت تاخرت، جاوبتني هاجر قبل ما. شنو العلاقه العكسيه؟ بين منو منو علاقه عكسيه؟ على بختك. بين منو منو العلاقه العكسيه يا مصطفى؟ بين الضغط و وشنو؟ بين الضغط والجاذبية. أنا عبالي يعني أنا خفت بصراحة تقولي بين الضغط و والكثافة، لأن الضغط والكثافة تغيرهم نفس الشيء ده يصير. السبب هو الجاذبية أكيد. جاذبية تكون أعلى قرب سطح الأرض، ولهذا الجزيئات تتمركز قرب سطح الأرض أكثر من أعلى الغلاف الجوي. إذا أجي أريد أطلع علاقة مثل ما طلعنا علاقة تربط الضغط أو تغير الضغط مع درجة الحرارة، وإذا ثبتنا الحرارة أيضا طلعنا علاقة، أريد أربط علاقة أو أطلع علاقة تربط لي بين تغير الضغط مع عفوا تغير الكثافة مع الارتفاع. أيضا راح نستخدم العلاقة الهيدروستاتيكية ومعادلة الحالة اللي هي القانون العام للغازات احنا سميناها، حتى نشوف تغير الكثافة مع الارتفاع. راح نبدي اولا ناخذ القانون مال الغاز المثالي او اللي هي القانون العام للغازات هذه، وراح ناخذ هذا القانون ونشتقه بالنسبة لزد. تلاحظون انتم بالطرف الايسر من المعادلة اللي هو بي تي عفوا الرو والتي، الرو والتي اثنينهم متغيرين، فأقول الأول في مشتقة الثاني زائدا الثاني في مشتقة الأول. وبعد ما أفاضل بالنسبة للزيت أو بالنسبة للارتفاع، هاي طبعا احنا فاضلنا ورتبنا الحدود، طلعت لي معادلة رقم 7. بس أنا بنفس الوقت عندي المعادلة الثرمو الهيدروستاتيكية تقول لي دي بي على دي زيت يساوي ناقص رو جي، فراح أساوي هذا الطرف بهذا الطرف، راح تطلع لي هذه المعادلة. ومع ترتيب الحدود ومع القسمة على R D T رو تطلع لي المعادلة رقم 9. المعادلة رقم 9 راح أكملها بالنسبة Z، راح تطلع لي هذه المعادلة اللي هي أمامكم اللي تمثل لي تغير الكثافة مع الارتفاع. هذه هي المعادلة اللي تمثل لي تغير الكثافة مع الارتفاع. يقول لاحظ أنه الكثافة والضغط don't have the exact same functional dependence unless the atmosphere is isothermal. يعني فقط بحالة أنه إذا كان عندي باعوا، هاي هي المعادلة، هاي المعادلة أعتقد أني حطت لكم إياها. هاي شوفوا المعادلة ما تغير الكثافة مع الارتفاع ومعادلة تغير الضغط مع الارتفاع، إيش وقت هذول المعادلات يكونون متقاربين؟ فقط لما يكون عندي العينة مال الهواء تكون يعني تم بعملية ايزوثيرمية فقط، بحيث انه شوفوا هذه عندي التيزت راح تساوي لي التي نوت. فاذا فعلا التيزت، اذا يعني اذا افترضنا انه الغلاف الجوي هو غلاف ايزوثيرمي، ومثل ما قلنا طبقة التروبوسفير التغير بسيط او قليل مع درجة الحرارة، فإذا طبقنا هذا الشيء تي زد تساوي لي تي نوت اللي هي بهاي هذول التي نوت تساوي دي تي زد، فقط إذا هذا الطرف راح شوفوا هاي المعادلة، راح يكون عندي التغيرات density والبرشر متساوية اللي هي راح تمثل لي exponential ناقصا زد على اتش بي. فقط التغير اللي راح يكون هنا رو نوت وهنا بي نوت. اوكي اكو فد ملاحظة مهمة، يقول هذه العلاقات اللي امامكم اللي هي تمثل لي تغير الكثافة مع الارتفاع والضغط مع الارتفاع في غلاف جوي ايزوثيرمي، نقدر
نستبدل الزت والجي او الجرافيتي الاكتوال جرافيتي نقدر ان يعني عفوا يقول any of equations were derived above in terms of actual height and actual gravity بالضبط نقدر هذول المعادلات اللي هم بدلالة الزت وبدلالة الجرافيتي أو الجاذبية نقدر نحولهم إلى دلالة الارتفاع الجهدي اللي هو جيو بوتنشال هايت وراح ناخذه إن شاء الله يعني كتعريف مستقبلا نقدر نحول الارتفاع الاعتيادي أو الاكتوال هايت إلى ارتفاع جهدي والجرافيتي أيضا تحول فقط من خلال التحول أو استبدال الستاندر جرافيتي اللي هي جي نوت فور اكتوال جرافيتي يعني مكان الاكتوال جرافيتي نخلي الجي نوت هاي فقط ملاحظة هاي بعدين ناخذها بالتفصيل إذا ردنا نطبق يعني هذه المعادلة بالنسبة للارتفاعات الجهدية وليس بالنسبة للارتفاعات الحقيقية طبعا الارتفاع الجهدي هو فد بارامتر جدا مهم في دراسة الغلاف الجوي في الأعلى آخر شيء أتطرق له بهذه المحاضرة هو السؤال الآتي اللي راح نجاوب عليه يقول هل الأبر أتموسفير well mixed هل هو مخلوط بشكل جيد لو هو متراص طبعا قبل ما أجاوب على هذا السؤال لاحظوا عندكم الغازات اللي قلنا هي اللي يعني قلنا احنا الغلاف الجوي هو مزيج من غازات مختلفة والغازات الأكثر وفرة بالغلاف الجوي هي CO2 والأرغون والأكسجين والنيتروجين إذا أجي على المولكيولر ويت أو الوزن الجزيئي لهذه الغازات من الأعلى للأسفل راح ناخذ CO2 4 السؤال اللي هنا ده يقول ده يقول هل نتوقع انه راح يصير ستراتيفاي او تراص حسب الاوزان انه الهيفيست مولكيولز راح تصير لها التركيز الاعلى قرب سطح الارض والاخف تصعد فوق هذا السؤال حتى نجاوب عليه راح نجي على الغلاف الجوي هل الغلاف الجوي ده يحدث به ميكسينج او خلط لا الميكسينج اللي هو التربلنس احنا نسميه اللي هو اضطراب هل عندي قرب سطح الأرض أكو اضطراب لو عندي استقرارية إذا عندي ماكو اضطراب يعني عندي استقرارية فمنو اللي راح يتحكم راح يتحكم هنا عندي يسموه المولكيولر ديفيوجن أو الانتشار الجزيئي هو اللي راح يكون هو السائد طبعا المولكيولر ديفيوجن أو الانتشار الجزيئي هو يكون مفضل بالنسبة للجزيئات اللي تكون خفيفة الوزن بمعنى أنه اللايتر مولكيولز أو الجزيئات اللي تكون خفيفة الوزن راح تكون يقول would be better mixed through a layer than with the heavier molecules بمعنى أنه إذا عندي ما عندي اضطراب وعندي حالة استقرار اللايتر مولكيولز أو الجزيئات الخفيفة راح تكون مخلوطة بشكل أفضل من الجزيئات اللي تكون أوزانها جزيئية أكبر ليش؟ طبعاً هذا بسبب أنه الجو مستقر والجاذبية لها دور فالجزيئات اللي وزنها أثقل راح تكون يعني متركزة أو باقية قرب سطح الأرض والجزيئات الأخف راح تصعد للأعلى أوكي؟ وإذا أريد طبعاً يعني أحدد أنه أنا عندي انتشار جزيئي لو غير شيء راح أعبر عنه من خلال المين فري باث أو المعدل المسار الحر اللي هو المسافة بين يعني معدل المسافة بين التصادمات اللي تحدث بين الجزيئات كلما كان عندي المين فري باث قصير شنو معناها؟ معناها عندي تراص معناها عندي المسافة قليلة
معناها اني الموليكيولار ديفيوجن او الانتشار الجزيئي يكون اقل كفاءه. اوكي، الانتشار الجزيئي يكون اقل كفاءه، بمعنى انه انا عندي جزيئات الكبيره هي اللي راح، عفوا، اللي موليكيولار ويت او الوزن الجزيئي مالها عالي، تكون قريبه من سطح الارض، معناها الموليكيولار ديفيوجن ما راح يشتغل عليها. اوكي، وش وقت يزيد المين فري باث؟ راح يزداد مع زيادة الضغط، وزيادة بالتالي مع زيادة الكثافة، عفوا، مع تناقص، مع يعني المين فري باث يزداد لما يتناقص الضغط أو الكثافة. أوكي، هذا في حال عندي ماكو تربلنس او ما عندي اضطراب، يعني عندي الحاله مستقره. اذا كان عندي تربلنس او اضطراب، منو راح يشتغل هنا؟ الديفيوجن ما راح يشتغل، راح يشتغل شيء ثاني اللي هو يسموه التربلنت ميكسينج او خلط الاضطراب. اوكي، اذا راح يصير عندي اضطراب، يعني يصير الخلط اكبر. وهنا يقول all molecules are mixed just as effectively، كل الجزيئات راح يتم خلطها بفعالية جيدة. وعندي التربلنت ميكسينج أو خلط الاضطراب، مثل ما احنا عرفنا أو يعني استدللنا عن المين فري باث، أنه هو له علاقة بال أو يحدد المولكيولار ديفيوجن، حتى هنا أجي أتعامل ويا التربلنت ميكسينج أو خلط الاضطراب، نقدر نحدده من خلال الميكسينج لينث او طول الخلط. طول الخلط شنو معنى طول الخلط؟ يقول هو معدل الطول اللي تكون به عينة الهواء اللي يصير بها حركة او انتقال تبقى محافظة على كثافتها. اوكي، يعني اذا عندي اني خلط عالي، الكثافة اكيد راح يعني تتناقص، يعني راح يصير خلط قوي. هنا يقول إذا الـ mixing length is greater than the mean free path، يعني إذا كان طول الخلط أكبر من الـ mean free path، فمن اللي راح يسيطر هنا؟ أكيد الـ turbulent mixing هو اللي راح يسيطر، والجزيئات راح يتم خلطها بشكل جيد. لكن إذا الـ mixing length كان أقل من الـ mean free path، عندي الـ molecular diffusion هو اللي راح يكون سائد، بمعنى انه الهيفير مولكيولز راح تكون قريبه من سطح الارض والجزيئات الخفيفه راح تكون مرتفعه. سوري. نعم عيني. نعم. نعم طلاب. تسمعوني طلاب؟ نعم دكتور. أكو سؤال؟ أنا خلصت، بقى بس هذا السلايد الأخير كملته. بس أريد أقول لكم شغلة واحدة، أنه من سطح الأرض إلى حد 80 كيلومتر، هنا أنا بهاي المنطقة أو هاي الطبقة عندي الـ mixing length is larger than the mean free path. شنو معناها؟ معناها بهاي الطبقة عندي خلط عالي، معناها turbulent mixing هو المسيطر، وفوق الـ 80 كيلومتر عندي الـ mean free path هو أكبر من الـ mixing length، ولهذا عندي الـ molecular diffusion هو المسيطر. ولهذا الاتموسفير يقول is no longer well mixed، يعني فوق 80 كيلومتر ما عندي اني يعني الغازات بالغلاف الجوي ما تكون مخلوطة بشكل جيد، ولكن تصير متراصة، اللي هي هنا عندي كاتبت لكم stratifies، يعني تقوم تتراص او تترتب بشكل اللي يكون وزن الجزيئي اعلى يتراص للاسفل، واللي يكون وزن الجزيئي اكبر اقل يكون الى الأعلى. أخيراً الطبقة اللي تكون بيها الخلط جيد
يسموها طبقة الهوموسفير، والطبقة اللي يكون بيها الطراس هو المسيطر يسموها طبقة الهيتروسفير، والطبقة الانتقالية بيناتهم يسموها توربوبوز، يعني هي لا هي تربلنس ولا هي يعني متراصة، فيسموها توربوبوز. أني الحد هنا خلصت المحاضرة. أكو سؤال طلاب؟ عندكم أي إضافة أي تعليق؟